طبعا طول ما احنا شغالين في مرتبة بتتكون من غير ما احنا نقصد، بتبقى معمولة بمكانات مؤقتة وبعد كده المفروض إنها تتلغي، سواء مثلا على اللونز نفسه أو تصفح أو برنامج مثلا زي برنامج زوم أو فيديو. فالبرنامج ده صراحة أكتر برنامج اشتغلت عليه ولقيت فعلا وفر لي وقت كتير جدا ووفر لي مساحة كبيرة جدا. يعني مثلا عندي هنا في رسالة البن، عندي في التمبوراري فايل بيجي 4 جيجا كانوا موجودين، كل فترة لما بشغله بلاقي المساحة بتاعت السي قلت جامد، بلاقي سرعة الملفات أحسن، بلاقي إن أنا بشتغل أسرع في العموم. يعني بتبدأ تعمل له بريفيو يبدأ يقول لك إيه الحاجات اللي ممكن توفر لك مساحة وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى أفضل، وبعد كده ممكن تروح قايل له بليد فيبدأ ينظف لك الحاجات دي كلها.